بين صلاتي العشاء والفجر ماذا يحدث داخل الحرم المكي الشريف؟ ما في جزئية في الحرم المكي الشريف إلا ويتم تطهيرها وتعقيمها وتنظيفها من إنارات وأعمدة وأسقف وأبواب، واهتموا في أدق التفاصيل حتى دواليب المصاحف تتنظف. كذلك تم وضع معقمات الأيدي في جميع أرجاء الحرم والسلالم الكهربائية من أجل الحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام. وكذلك يتم صيانة لحلي كسوة الكعبة وتطهيرها وتعقيمها يوميا. يتم تنظيف هذه المساحات الضخمة من قبل 330 عاملا وعشر عربات و86 آلة تعقيم وتطهير و1800 لتر من المواد الصديقة للبيئة. يتم ذلك ثلاث مرات يوميا من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. كما يتم تعقيم هذا السجاد وتطهيره من أجل الحفاظ على المصلين. في النهاية اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا.